انا تجاورت لي انا ورجال اليوم موضوعنا فيه في مجورة مصر، يا الله يذكر بالخير، اسمه صلاح حجازي من مصر. والله الربع يا سوى معي سوايا طيب انه ما يسويها الاخو مع اخوه، ما شاء الله في كل ديره يا رب. والله شيء انه يتعب من كان بعده. طيب لكن ربي خلف علي، جوني جيران بعد منهم مثل طيبين، لكن بس صلاح الله يذكره بالخير، ابو يوسف الله يوفقه من عندي. امين. يا جماعه الخير، لماح ذكي، انا جانيني معروفه وشايل معروفه الى يوم الدين. اجل تصدقون انه صلاح اللماح، صلاح اللماح، تصدقون انه جاي يوم شاف وجهي بس مو بزين. اي والله ما كلمته، والله اني ما كلمته، بس شاف وجهي ادخل واطلع في البيت ما هو بزين، راح وسال، قال وش فيه عبد الرحمن؟ سال اخواني ووالدي في نفس الحاره. قال والله عنده ظرف كذا 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 كذا. قال ما قال ليش ليه؟ ايش قال؟ ما قال ليش ليه؟ اي يا سلام. ويجي ويطق عليه الباب، يوم فتحت سام يا ابو يوسف، يا مرحبا، تفضل تفضل. قال لا لا مش حخش عندك، انا زعلان منك خالص. قلت ليش؟ قال بقى يا راجل عندك كذا 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 وما تقول لي. قلت انت كيف عرفت؟ قال انا شفت وجهك وسالت. قلت هذاك عرفت، والعلم مو بطيب يعني حتى ان يعلم. قال المهم انا ما جيتك الا زعلان والان تبي ترضاي. قلت ايه. قال معك من ريال 100,000. ما شاء الله، والله يا رب يقول صلاح. والله قال معك من ريال 100,000، خذها وكمل امورك وزين امورك، ما شاء الله، ومتى ما جت تجي لك 5-6 سنين رح. ما شاء الله يا ربي، اصدق اصدق هاي ما قالوها، اقول حق على الهواء. هذا اللي والله تحط ودك تحطه في سندويشه ها يا سفاب يحترق بيتي طال عمرك. عقب مدها وقبل والله اني نسيت، جاء حريق بسيط في البيت واتصل علي قلت معليش بس نظام الدفاع المدني وكذا بيطفون العداد الكهرب. قال ولا، قلت استاجر على حسابي هو جاري الثاني. قال وبد عيب بعد احنا عندك حريق ونستاجر على حسابك، ما عليك منه، لك يومين ثلاث بيض الله وجيهم. يوم اخذت يوم اتصل علي قال انا صرفت عيالي وبيتك بيتي، انا اللي براجع الدفاع المدني وانا اللي براجع الكهرباء. هذا صلاح؟ اي والله يا رجل، والله والله انه يوم جمعه الشركات مسكر، كان لازم تطلع ورقه من المؤسسه مخوله ختم لك ان الكهرباء سليم عشان يرجعوا لك الكهرباء. ما شاء الله. جابها صبح يوم الجمعه، شلون الشركات مقفله، راح وكلم واحد مصري يعرفه، قال هذا بيت جاري وعنده ظرف، ارجوك تداومون يوم الجمعه. وداوم زميله في المؤسسه وطلعوا وكشفوا والله صبح الجمعه، وجاب لي الورقه هو بعد صلاه الجمعه مختومه في البيت. يا سلام. يعني قاعد يتعب في عز الصيف موت حر، قاعد يتعب وش مصلحته؟ ولا شيء. اللهم انه يبي يخدمني جزاه الله خير ورفع الله شانه وقدره من عندي.